قلت هذا اليوم هي صناعة صهيونية ماسونية أمريكية لضرب الإسلام المحمدي للأسف الشديد، ونجحوا في ذلك. اعتمدوا على أغبياء هذه الأمة، أغبياؤنا يذهبون إلى الجنة، نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وكأن الرسول فاتح مطعم. أنت وقعت بس الميكروفون كده. عفوا انفعلت يا ميكروفون. معلش تفضل. يذهبون إلى الجنة. للأسف الشديد المشارك في تشكيل داعش هي حكامنا وأنظمتنا، الظلم والفقر والبطالة والمجتمع، العائلة، كلهم شاركوا في إنشاء هذا الجيل المسكين من داعش. طبعا هي شعوبنا معروفة، هي شعوب كسولة، بدل ما يصلي له 30 سنة 70 سنة 50 سنة يلا يروح للجنة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه أشياء. الأسهل شنو؟ أنا أروح شهيد أفجر نفسي بلحظة كبسة زر، مباشرة أجد نفسي بالطابق السابع من الجنة. والله يعني تفجير الواحد لنفسه ده كسل؟ هذا نعم رجعوا للكسل؟ أي والله هذا كسل. والله لو فهمتها يا أخت أنجي أنه لماذا يصلي ويصوم ويقوم طول عمره ويمكن يتعرض يختصر الطريق، يختصر الطريق، يفجر نفسه ويطلع على الجنة على طول. اقتل هذول الروافض، اقتل هذول الجيش المرتد، اقتل هذول المسيحيين الكفار، واقتل هذول الكذا، وهيلاقي نفسه في قصر في الجنة ومعه بخور العين. الله وكيلك. يحس نفسه انه وين مع الرسول يتناول الغداء ويشرب من الريان. يعني سر بس انه يفجر نفسه، صاروخ للجنة. تخيل الغباء اين وصل.